لياقة دائما نسمع كل عضو من أعضاء الجسم بيناسبه نوع معين من الأغذية، هل هذا الشيء صح أو لا؟ يمكن ما كتير نحن بنعرف فيه وبتفاصيله، فلما بنحكي عن المخ وشو هي الأغذية اللي بتناسبه، كتير اليوم من التقارير اللي أثبتت علاقة وثيقة بين الغذاء والمخ واستجابة الدماغ والذاكرة لهذا الشيء، وبالوقت ذاته في أغذية يمكن بتضر بالذاكرة وباسترجاع المعلومات. رح نحكي عن هذا الموضوع وشو هي الأغذية اللي بتناسب دماغنا وذاكرتنا، رح نحكي عنه بالتفصيل مع الأختصاصية أختصاصية التغذية رغدة جبري. صباح الخير رغدة، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح. بالبداية خلينا هيك نوضح، دائما بنشوف على السوشيال ميديا انه هي الاكله بتلائم هذا العضو بالجسم، بنشوف الصوره هي نفس شكل العضو الموجود بالجسم، ممكن هي تقويه، ممكن تعمل وظيفته، تاديه على اكمل وجه اذا اخذنا الغذاء الكامل منها. خلينا نحكي عن هالنقطه، هل صحيح مثلا فاصوليا كلاوي هي منيحه للكلاوي مثلا؟ والجوز للدماغ صح؟ اكيد الجوز للدماغ، يعني هدول القصص صحيحه هي تقريبا، يعني هي يمكن اجت هيك بالفتره اجت صحيحه او عن تجارب القدامى يعني عندنا. هلا نحن الشائع اكثر انه هذا الطفل ابائه اذكياء كثير وجيناتهم اذكياء، فهن حيكون حتما انه هيك مثلهم. هي المعلومة غير دقيقة. لا ما شرط أكيد. تمام، فلهيك هو مو شرط إنه يكون الطفل هو حامل وراثة أو جينات من أهله لحتى يكون ذكي أو لا. هلا الأم حصراً كمان المقولة بتقول إنه هو بيورث ذكاء الأم. هلا كوراثة، علم وراثة ممكن إنه ياخذ موريثات للأم أكثر، بس نحن عن نقطة الذكاء وقوة الذاكرة لا، يعني شوي نحن من فترة الحمل ممكن انه نحن يعني هلا مستفيدين. الحمل والرضاعة هي كثير بتأثر كغذاء الأم، شو اللي حياخذ الطفل ينمي السيالة العصبية والدماغ بس أول ثلاث شهور ما؟ لا، إجمالا الحمل بصورة عامة لازم يكون متكامل الغذاء حتى ياخذ كل العناصر الغذائية، فكثير مهم أثناء الحمل إني أنا شو عم آخذ. عنصر اليود، يعني نحن حنحكي شوي عن المعادن اليوم اكثر، فعنصر اليود بالحمل وبالولاده هو كثير بياثر على اللي موجود نحن عاده ملح الطعام، بس نفضل ملح الطعام، يعني اليود الغير مصنع كيميائيا اللي هو اليود الطبيعي مثل الملح البحري او الطحالب البحريه أو المنتجات البحرية بصورة عامة هي فيها عنصر اليود بشكل كبير، فهو حيأثر من أثناء الحمل والرضاعة، حيأثر على ذكاء الطفل وقدرته على التعليم وقدرته على حل المشكلات فيما بعد، يعني حتى بمرحلة الكبر. عنصر الزنك كمان كتير من العناصر المهمة اللي بيخلي السيالة العصبية توصل بشكل أكبر. الزنك كمان موجود، يعني هلأ إجمالاً في مجموعات كبيرة من المعادن اللي حنحكيها هي موجودة أكثر شيء بالمنتجات البحرية والطحالب والمحاريات. الزنك، النحاس، هدول كمان كتير مرتبطين ببعضهم. المغنيسيوم كمان كتير من العناصر المهمة اللي بتحدد لي قوة الذاكرة. هلا حتى النحاس حكينا بسرعة عليه، أغلب مرضى الزهايمر هن عندهم نقص بالنحاس. في عنا كمان الحديد اللي كتير هو مهم ليوصل الأكسجين. أغلب الناس يمكن بتعاني من نقص الحديد، أغلب السيدات أكثر، الحوامل. الحوامل وغير الحوامل أكثر من الرجال، أو اللي عندهم مثلا الرجال أو الأطفال اللي عندهم هن أصلا يعني سوء تغذية، ما الأكل غير متوازن، ما في كميات خضرة، ما في كميات لحم أحمر، فحيكون عندهم مشكلة فقر الدم بعوز الحديد. فالحديد كتير مهم إنه ينقل لي الأكسجين بالطريقة الصح للمراكز العصبية للدماغ. في عنا كتير عناصر لازم تكون يعني مكتملة بغذائي لحتى أنا أحصل عليها. طب خلينا بس هيك نضوي على الحديد، ليش بينقص بالجسم؟ شو الأسباب؟
بالنسبة للسيدات هي الدورة الشهرية، أوكي. بالنسبة للحوامل هي الغذاء البيبي. اللي هو البيبي عم يسحب غذاء، لو هي ما أكلت فهو بده ياخذ غذاء كامل، ما حينقص عليه شيء. فإذا هي أكلها غير صحي أو ما بتاكل كميات جيدة أو نوعيات حتى جيدة، حتلاقي عندها صار هذا النقص. الأطفال نفس الشيء، بيكونوا أطفال ما بتحب اللحمة، ما بتحب الخضرة كمان، في عدس يمكن، في شيء بديل. تمام، بس يعني في أطفال كتير ممكن تعذب بهالأمور، فنحن هي العادة بقى إنه نحسن نعودهم أو نفهمهم شو عم ناكل. رغدة، شوي حكينا يمكن بشكل عمومي عن أغلب الفيتامينات اللي بتعتازها الجسم، لكن إذا بدنا نخصص للأطفال ونحكي اليوم، كتير من الأمهات بيحاولوا يقووا مثل ما قلنا بالمقدمة، إن كان الدماغ إن كان الذاكرة، في اختيار أغذية معينة، شو هي الأغذية اللي بتنصحي فيها؟ شو الأغذية اللي بتقول لازم نحن نبعد عنها بشكل كامل؟ كأغذية، أنا وقت باخذ العناصر الغذائية أو الهرم الغذائي الكامل، فأنا هون عم بعمل جسم متوازن. حكينا على معادن معينة نحن فينا ناخذها بالخضروات الورقية، يعني صحن سلطة ممكن يوميا نحن نعمله لأطفالنا أو لعائلتنا، هي حتعطيني كثير عناصر غذائية. ممكن شرابات معينة نحن نعمل لهم إياها، يعني نخليهم بعدوا عن الشرابات الغير صحية أو الجاهزة من السوق فيها مواد حافظة وملونات. ممكن نعملها بالبيت، يعني مثلا ناخذ كل شيء فيه عناصر انا بهمني للذاكره، وخصوصي هلا مدارس وبحاجه بقى، هلا قربت شوي المذاكرات، بحاجه انه من هلا نبدا انه نقوي لهم الذاكره. هلا اكيد التمرين والتكرار هو اكيد شيء مهم للذاكره، بس كمان العناصر الغذائيه. كمثال ممكن نحن نعمل عصير كثير بسيط، ممكن حسب الموسم يعني اللي نحن فيه، دائما ناخذ عناصر يعني الموسمية كل فصل بفصله. كمثال ممكن عنا التوتيات اللي نحن بنقول فيها التوت البري أو العنب أو الكرز، هي كلها اسمها بجمع التوتيات. ممكن نضيف عليها شيء من المكسرات، وممكن وأهم الجوز واللوز. ممكن نحليها بعسل، نكون نحن متأكدين إنه هو عسل أصلي. ممكن نضيف له عناصر، يعني كيف الطفل ممكن انه نلاقيه بيحب عنصر، نحن ممكن نضيفه حبه البركه جيده كثير. فنحن اخذنا مضادات الاكسده، اخذنا الفيتامينات بشكل عام، ممكن نضيف له اذا بدنا نضيف له دسم صحي، حكينا مثل الجوز واللوز، ممكن نضيف زبده جوز الهند او الافوكادو، هن هدول كمان من الدهون الصحيه اللي بحاجتها الجسم وحتى الدماغ بحاجتها. فمن خلال عصير ممكن انا اوصل له مغذيات طبيعيه جيده. حتى في اعشاب كثير مثلا مثل الكركم بيحسن الذاكره 95%. فنحن اذا الطفل او الكبير ما حيرغب انه ياخذها بشكل مباشر او على شكل كبسولات، نحن ممكن نضيفها لطبخنا. ويفضل الكركم نحن نضيفه اخر دقيقتين، يعني ما يكون كثير على النار عشان ما يغلي ويفقد خواصه. تمام. خلينا بس نركز على نقطه، كثير مننا يعني بحب يكون عنده حياة صحية، بيسعى له ولاولاده لعيلته انه هو يعمل اي شيء او اكل صحي، ولكن ممكن نعمل مرة بالاسبوع، مرتين بالاسبوع، يمكن نضل شهر كل يوم كل يوم كل يوم. قديش نحن بحاجة لجرعات غذائية لحتى نحن نقوي الذاكرة، لحتى نحن نحافظ على جسمنا وجسم اطفالنا؟ هل هي مثلا مرة بالاسبوع كافية انه ناخذ جوز وأفوكادو وهيك، ولا لا لازم كل يوم كل يوم؟ هلا كل عنصر فيه له بديل، يعني حسب الظرف يعني المادي اللي نحن كثير الامهات بتضيع فيها، انه كمان الزياده من هدول الشغلات، ممكن الجوز، ممكن زياده الجوز بيعمل كوليسترول بعض الاحيان عند لا هو من الزيوت من الدهون الصحيه. فقد ما اكل جوز الواحد كم قد ايه حياكل كيلو؟ اكيد لا، يعني عرفتي كيف. فنحن دائما هو الوسطية والاعتدال بأي موضوع إن كان هو حيعطيني الفوائد. والجسم وقت بيكون الشيء طبيعي غالبا بيتغلب عليه، بس كمان الإفراط كتير أكيد لا،
بس يعني منطقيا واحد ما حيقعد يحط نص كيلو جوز او كيلو جوز ويقعد ياكله، فدائما الوسطيه بالموضوع، قد ايه المده نحن المفروض يكون كغذاء صحي هو الغالب بحياتنا، ووقت بدنا نطلع شوي يعني المود يكون مره بالاسبوع او حتى اكثر شوي، فممكن تمرق يعني اكيد ما حنحسن نغير الحياة 180 درجة فجأة، بس يعني لا خلينا صحيين أغلب الوقت وبعدين نحن نرجع شوي، يعني ممكن أنه مرة بالأسبوع نحن نطلع من هالمود. بس مثل ما حكينا دائما في بدائل، يعني إذا الموضوع مكلف شوي بين المواد أو العناصر الغذائية غالية شوي، نحن على القليلة ناخذ البديل دائما. شو البديل؟ مثلا نحن عم نقول المأكولات البحرية نحن شوي يعني بعيدين عنها، فممكن ناخذ اليود، ناخذه من ملح البحري، ممكن اخذه من الطحالب البحريه، فدائما ندور على البدائل حسب الظرف المادي اللي نحن فيه. الفيتامين دي كثير مهم كمان للدماغ وصحه الدماغ والذاكره، كمان من يعني الاطفال لحتى الشيخوخه نحن لازم يكون كثير هذا العنصر مناسب عنا. حكينا في اعشاب ممكن نضيفها كمان للاطفال ومشروبات، خليهم انه اذا ما كثير كان اكلهم يعني صحي 100% واحسن نضيف لهم، مثلا في عندهم اكليل الجبل، في عندنا الكركم حكينا عليه، في عندنا العصائر اللي حكينا عليها، ممكن الجينكو هي عشبة كتير مهمة لتوصل لي الأكسجين للمراكز العصبية والسيالة العصبية، كمان بتنشط الذاكرة، وبنصح مثلا الشهادات يبدأوا فيها قبل 3 شهور من الامتحانات حتى يحصلوا على ذاكرة ممتازة أيام الامتحان. رغدة كمان نسمع كثير من الامهات بيلجأوا دائما للمتممات الغذائيه ان كان كبسولات او حتى شراب، وبعدين بيقولوا شو معك الابني عادي، هذا الشيء صح او لا؟ ممكن هي تسد محل نقص الغذاء او لا؟ اكيد لا، يعني دائما هو الطعام الصحي هو الافضل. يعني الطفل تحديدا هو المفروض لسه جسمه نظيف، لسه جسمه قادر على تكوين الفيتامينات والمعادن اكثر من الكبير، لهيك انا استغل هذا الموضوع ونبعد شوي عن الدواء نعطيهم بشكل غذاء. بس في اطفال شوي صعبين بيكونوا، ممكن انه نحن ندعمهم بالعنصر الناقص، مو شرط اني انا اعطيه المجموعه كامله، نشوف نحن شو العنصر. ليش الاغلب عم يوصف لهم مجموعه الفيتامينات الكامله بعلبه واحده، اعطيها ممكن مثلا معلقه الصبح ومعلقه المساء؟ هذا الغالب يلي عم نشوفه، ما عم ندور على النقص سواء بفيتامين د او او حتى حديد او ب12 الى اخره، هذول الفيتامينات يلي اغلب للاسف الاطفال عندهم نقص فيها، لا بنجيب مجموعه فيتامينات بعلبه واحده بنضل نعطيها اياها من دون ما حتى نعمل تحاليل بعد ما تخلص العلبه انه هو بعازه كمان او نوقف. نحن المشكله انه مو بس الاطفال، والكبار نفس الشيء، عم ناخذ حبه وخلص نحن بنريح راسنا، بس دائما هي المجموعه الكامله بتكون اذا انتبهنا عن النشرة تبعها هي عيارات اليومية البسيطة اللي أنا ممكن تكمل لي يومي، بس هي ما حتسد لي المخازن إذا عندي نقص بالمخزن الرئيسي فيها مثل الدي أو الحديد أو هيك، فالنسب بسيطة كتير، أما إذا أنا عندي عوز أصلا فهي ما حت حل لي الموضوع. الغذاء حصرا، خلينا غذاء حصرا، او بدي انا ادور مثلا امراه بتشكي من كثير اعراض واضحه جدا انه هي فقر دم او نقص حديد او البي 12، فلا انا المفروض اعمل تحليل اعرف قد ايه نسبه النقص عندي، لاعرف قد ايه لازم اخذ حتى يكتمل عندي هذا الموضوع، وبعدها ممكن بقى ندعم بالغذاء، يعني خلص بس غذاء لحتى حافظ على اللي عملته انا. تمام. خلينا هيك نحكي وننتقل شوي نحكي عن اللحوم. اليوم كثير من الاولاد هن بيرفضوا ياكلوا لحوم، كثير من المراهقين هن فجاه بصيروا فيجيتيريان، ما بقى بدهم ابدا اي نوع من اللحوم. خلينا هيك يعني نضوي على قديش نحن لازم ناكل لحمه حمراء، قديش لازم ناكل جاج بالاسبوع بما يتناسب اكيد مع مدخول الوسطية، مع مدخول المواطن السوري. لا ارخص من الخضره والفواكه، لا اللحمه ارخص من الدجاج على فكره بهذا الوقت، ارخص من الدجاج ومن الخضره ومن الفواكه صايره. فخلينا هيك يعني وسطيا نحكي بما يتلائم مع الدخل العيال السوريه، قديش نحن لازم نعطي اولادنا، واذا هن فجاه صاروا فيجيتيريان مثل ما انا دارجه هلا كيف فينا نعوض لهم؟
بالنسبة للأطفال غالب الوقت وقت بيجي طفل عم نتحاور معه بيكون شايف الخروف وهو عم ينذبح، فصارت عنده ردة فعل انه هو بطل ياكلها ويخاف يتذكر منظر الدم او هيك. هلا مرتين لثلاثة، مو نحن دائما نقول مرتين ثلاثة بيفكروا انه لازم اكلة مشاوي، يعني لا، هي من ضمن الطبخة اللي نحن متعودين اصلا نطبخها كميات معقولة كثير. يعني اذا كل شخص من الأسرة أخذ حوالي 60 جرام يوميا من اللحم الأحمر، أو مو يوميا، خلينا نقول 3 مرات بالأسبوع، هي جيدة نوعا ما، ممكن نكمل بأمور تانية. اللحم الأحمر هو الأفضل، هو اللي حيعطيني إن كان الحديد بشكل مركز، إن كان الفيتامين B12 كمان حيعطينا بشكل مركز أكثر عنصر إنه حيعطيني إياه. طب طريقة الطهي كيف بدها تكون؟ نحن دائما بنفضل السلق عن القلي، حتى عن الشوي. فهو السلق حتى انا حيعطيني العناصر كامله، حتى انا اذا اخذت المرقه تبع اللحم هي حتكون عناصر كامله من المعادن والفيتامينات وحتى الكولاجين. حتى مرقه هلا عم يقول انه مرقه العظم هي كثير منيحه للام، هي منيحه للاولاد، حتى ابنك يعني لازم ابدا تعوديه على انه من هو صغير ياخذ مرقه اللحم وتطبخي له فيها. تمام، حياخذ كل العناصر الغذائيه من مرقه العظم، وخصوصي الكولاجين اللي اغلب الناس راكده بدها تاخذ حبوب كولاجين، فنحن حناخذه من مرقه العظم لو بمقدار يعني كوب صغير او وسط يوميا. تمام، فحيعوضنا. تمام رغده، بالختام لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله نقدر نحن نعمل غذاء صحي متوازن لنا ولاطفالنا ان شاء الله. شكرا كثير لك وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. نهارك